يجري في دمشق. معنا ديما الشامي مراسلة شبكة الشام من هناك. ديما، إلى أين وصلت المعارك والمواجهات بين الجيش الحر وقوات النظام في المنطقة الجنوبية للعاصمة؟ وهل ما زال القصف مستمرا؟ نعم، يعني منذ الصباح والاشتباكات فعلا مستمرة بحي القدم الدمشقي. كانت هناك محاولات لاقتحام الحي، أيضا انقطعت الكهرباء عن معظم المناطق الجنوبية. القصف العنيف كان يستهدف القدم والعسالي ومخيم اليرموك والتضامن وأيضا الحجر الأسود. الجيش الحر طبعا رد باستهداف بوابة الميدان بصاروخين وحقق إصابات مباشرة كما وردنا. أيضا يعني كانت هناك محاولة لاستهداف دبابة، وعلى ما يبدو أنه تم يعني إعطاؤها، كانت تحاول اقتحام حي العسالي فجر اليوم. نعم. إجمالا يعني الكهرباء ممتعة عن أغلب المدن الجنوبية، والاشتباكات والقصف لا زال مستمرا يعني على معظم المناطق. بالنسبة لشرق العاصمة فأيضا يعني القصف لا زال الآن يتجدد على حارة السويدة في حي برزة، بالإضافة إلى الاشتباكات على أطراف المنطقة. هناك محاولات اليوم جديدة لاقتحام برزة من جهة البحوث العلمية، يعني من جهة عش الورور، وسط قصف عنيف مدفعي وبالهاون على الحي. القابون منذ يعني تقريبا نصف ساعة تعرض لغارتين جويتين أيضا بالطيران الحربي، إضافة إلى القصف المكثف سواء براجمات الصواريخ أو بالمدفعية الثقيلة على هذا الحي. والحملة العسكرية لا زالت مستمرة، أيضا المدرعات والدبابات من على الأوتوستراد تقصف منازل المدنيين داخل الحي. حتى الآن يعني الوضع الإنساني في الحي سيء للغاية. في الريف الدمشقي أيضا يعني تعرضت زملكا للقصف أيضا وغارات جوية، إضافة إلى القصف الذي لا زال مستمر على السبيني ودارية والمعظمية. ديما، ماذا يعني كان هناك أنباء عن استخدام النظام للسلاح الكيماوي اليوم في حي العسالي؟ بالنسبة لحي العسالي لم يردني يعني حتى الآن خبر مؤكد عن استهدافه الكيماوي، لكن يعني على ما يبدو انها اصبحت استراتيجيه للنظام. البارحه كان هناك استخدام الكيماوي في اوتوستراد دمشق حمص في اطراف حي القابون، ايضا قبلها استخدمه 3 مرات متتاليه في زملكا. يستخدم الان قنابل كيماويه على ما يبدو انها عباره عن مواد مخلوطه، يعني غازات مسيلة للدموع إضافة إلى مواد كيميائية يعتقد بأنها نسبة من غاز السارين. نعم. تسبب أعراض يعني اختلاجات وضيق في التنفس، وتدوم الأعراض تقريبا لمدة 3 ساعات على بعض المصابين، وأحيانا تؤدي إلى يعني الاستشهاد. كان لدينا في زملكا 9 شهداء في الأسبوع الماضي بسبب استخدام النظام للكيماوي، طبعا في ظل يعني عدم وجود خبراء دوليين يعايرون هذا السلاح المستخدم، ويعني يرون بأعينهم الحقيقة، وأن النظام بات يستخدم السلاح الكيماوي كما يستخدم أي سلاح آخر. نعم، ديما الشامي مراسلة شبكة شام، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا.